أهلا بكم في صوتك واصل. ورسائل كثيرة وردت عن الرسوم المبالغ فيها على الخدمات اللي بتقدمها الحكومة واللي بتصل في كثير أو كثير من الأحيان بيبقى شكلها إتاوة. لكن في البداية خلونا دايما أقول أنه بننبه على أنه مشاركتكم على وسائل التواصل اللي بتظهر قدام حضراتكم دي، وأنا بشكر الأخ اللي صحح السبيلينج بتاع محمد ناصر، كان حد بعت لي حاجة زي كده، بشكرك جدا. أول رسالة معانا هي استغاثة وصلت للبرنامج من مواطن قال إنه كان ضابط جيش سابق بيطلب المساعدة في إنقاذه وأسرته من السجن بسبب تراكم ديون عليه، وصلت يعني هو سدد جزء وصل 350 ألف دلوقتي عليه بعد ما فشل في الحصول على مساعدة من السيسي والقوات المسلحة. أنا بس عايز أقول للأخ ده يعني عيب اللي أنت بتقوله، يعني هو بعت لي بيقول لي هو أنا لازم أشتم السيسي عشان تذيعه رسالتي؟ إطلاقا وملناش علاقة. وزي ما بقول لحضراتكم أنا في الفقرة دي منيش خصم للسيسي ولا خصم للدولة خالص، أنا في الفقرة دي بوصل صوتك، ما يفيدنيش كتير انك تشتم السيسي في الفقرة دي ولا هزعها حتى لو شتمته. يعني لو انت زعت صورت فيديو بتشتم فيه السيسي وبتقول مشكلتك، مش هزيع الشتيمة اطلاقا. فكن يا استاذ ابراهيم على ثقة بان انا بس قلت لك امبارح لو انت متابع انا اجلت لحد النهاردة. عيب قوي تقول لي هو انا لازم اشتم السيسي يعني عشان تزعوا لي الرسالة؟ استاذ ابراهيم رسالتك اهي، واللي يعرف الاستاذ ابراهيم يقول له ان انا زعت رسالته. رسالتك اهي بيقول لي حبيبي الاعلامي العبقري محمد ناصر، اسرتي بكاملها مهدده بدخول السجن بسبب ديون وايصالات امانه عند بعض تجار الربا وغسيل اموال، وبسبب الحاله الاقتصاديه والركود تم بيع السلع بالتقسيط الى شقيقتي الصغرى معها ضامن زوجتي وبناتي الحاصلين على كليات مختلفه من دم قلبي. والمصيبة الكبرى بقالي 5 شهور أستغيث إلى رسالة رئاسة الجمهورية، وتم تقديم أكثر من طلب للمؤسسة العسكرية لمساعدتي في إنقاذ أسرتي من السجن، مبلغ 25% المتبقية عليا من إجمالي 1,000,000 جنيه، مديونية تم تسديدها وباقي 350,000 جنيه، برجاء عرض مشكلتي ضابط جيش سابق إبراهيم راشد قد. وعمل فيديو 3 فيديوهات بعتها لي، وأنا يا أستاذ إبراهيم بزعها لك بصرف النظر عن الخصومة مع السيسي أو مع الدولة أو مع النظام. نشوف كده الفيديو. ربط الفيديو ده الأستاذ محمد ناصر الإعلام العبقري، طبعا بعد الفشل الذريع في الوصول تصويت صوت رئيس الجمهورية المسؤول عن المواطنين، عن المواطنين، وأنا مواطن من الشعب، وطبعا وزير الدفاع المسؤول عن أبناء قوات المسلحة سواء في الخدمة أو خارج الخدمة، طبعا فشلت فشل ذريع للوصول لهم. وطبعا أنا بعمل فيديو دوت عشان طبعا استغيث لله الأول والرجال، وبعدين رجال محترمين رجال أعمال، إن حد ساعدني في إنقاذ أسرتي من دخول السجن. طبعا أسرة مهددة بجمعها دخول السجن، يعني زوجتي مريضة يوم واحد في السجن ممكن تموت، وعندي 2 بنت في الكلية. طبعا ده كله بسبب بعض الخونة والمجرمين اللي هم تجار الربا، استغلوا الأسرة في تورطهم في شبكة ديون. يعني السيد إبراهيم أخذ سلع معمرة زي ما بيحصل كده، العربية بتيجي البلد وكله بالبطاقة ويبقى ليك ضامن، فبيوصل لمرحلة انه بيجي بقى قسط التاني التالت تتراكم الاقساط عليك، بتبقى الشيك راح السجن، يعني راح النيابة يعني. فأسرة الأستاذ إبراهيم مهددة، هي ده اشترت بمليون جنيه باقي عليها 350,000 جنيه. أنا بوصل الرسالة دي للمسؤول عن البريد أو البوسطة في رئاسة الجمهورية.
واللي زي الاستاذ ابراهيم انقذوا الناس دي بدل ما تعملوا عليهم لقطه. يعني اللقطه بتحصل ازاي؟ يقول لك الاعفاء عن الغارمين والغارمات، ما هو دول بيتسموا غارمين اللي هم بعد كده بيروحوا السجن بسبب شيك او وصل امانه هو كتبه على نفسه للتاجر اللي راح باع له، التاجر اللي ما عندوش ضمير. وطبعا البني ادم بيبقى ضعيف جدا قدام عنده ثلاجه ولا بتاع عايز يشتريها ببلاش، خدها من غير فلوس بس امضي الوصولات دي. فيمضي الوصل وصولات وصولات وصولات، يدفع جزء، لما ما يدفعش بقيه الوصولات بتروح النيابه. وبعدين يجي بقى نعمل لقطه يقول لك الافراج عن مجموعه، تقدم رجل الاعمال الطيب النير وساهم في الافراج سداد ديون الغارمين والغارمات. وغالبا اللي بيخش السجون في القضايا دي الستات، لان العربيه لما بتوصل بيكون الرجاله اما بره او مشغولين وبتاع، فالست بتمضي عايزه ثلاجه، عايزه بوتاجاز، عايزه مش عارف ايه. فغالبا اللي بيخشوا الغارمات بيبقوا ستات. وفي الاخر نطلع نقول احنا مع الستات يا جماعه ما نبهدلهاش، كله شو يعني كلها لقطه. طب ما من الاول انقذوا الناس دي، ما من الاول تحاسبوا التجار دول، لانهم بيشتروا حاجه الناس، احتياج الناس لشيء بيشتروه، في الاخر الناس بتخش السجن. انا بوصل رسالتي للمسؤول عن البريد في رئاسة الجمهورية. الراجل ده خدم البلد وكان ضابط في الجيش كما بيقول هو. ما كانش ضابط، كان يا سيدي عسكري في الجيش. خدم البلد في القوات المسلحة. اقفوا جنبه زي ما وقفتوا جنب إيهاب الفار كده في المليارات اللي ضيعها. اقفوا جنبه لأن مراته وبناته مهددين بدخول السجن. رجاء من القصر الرئاسي في مصر تدخلوا في إنقاذ هذا الرجل، وشوفوا سهمه بإيه وشوفوا قصته إيه. وصلتنا أكتر من رسالة بتتكلم عن الوضع المزري اللي وصلت له الحقيقة شركات الغاز والنسيج والخسائر اللي بتحصل فيها، وتوقف عدد كبير جدا منها عن الإنتاج في الوقت اللي الاتهامات بالفساد بتطال قيادات الشركة القابضة، لأنهم بيعينوا موظفين جدد بمرتبات عالية جدا زي ما الرسالة بتاعت أبو سويلم من اسكندرية بتقول. الرسالة بتقول أستاذ محمد، الشركة القابضة للغاز والنسيج بتعين ناس على مستوى جميع الشركات الغاز اللي كل يوم بتخسر ملايين، وبتعطيهم مرتبات من 32 إلى 40 ألف جنيه شهريا، في حين الشركات مش لاقية فلوس تجيب بيها قطن تشغل المكن الباقي بعد بيع أكتر من 70% منه. ده قمة الظلم في هذا القطاع، وليس لديهم خبرة في مجال الغاز والنسيج، بل زادت الخسائر. مرتب المدير العام لا يتخطى 4000 جنيه بعد 40 سنة خدمة. نفس الرسالة أو نفس المعنى ووصلتنا من البحيرة عن توقف شركات الغاز والنسيج في كفر الدوار. محمود بيقول في ملف مهم جدا، مركز كامل حاليا مدمر، وهو مركز كفر الدوار، في كمية شركات توقفت منها شركات الغزل والنسيج، وده كان على مساحات كبيرة جدا. وشركات الكيماويات دي حاليا بيتعمل فيها عمارات ومباني، مع العلم ان الشركات دي لو كانت اشتغلت كانت وفرت كمية فرص عمل كتيرة. ملف قد لا يستطيع احد ان يتحدث فيه مثلك. انتوا عارفين في كم مصنع غزل ونسيج توقف عن العمل لغاية 21؟ رقم ضخم جدا، في 2500 مصنع توقفوا زي ما بيقول الخبر ده. ادي خبر اهو بيقول اهو يا حضرات، ما اسباب دي، ما اسباب توقف 2500 مصنع نسيج. في فتره من الفترات في تاريخ مصر كانت مصر اكبر دوله بتنتج قطن وبتصدر قطن، والقطن المصري ده كان ولا زال رقم واحد في العالم. في فترة يمكن سنة 1919 وقبلها بشوية بدأ يجي خواجات من كل حتة في العالم يعملوا بيزنس اسمه المحالج، والمحلج يجي يعملوا الخواجة من دول ويشغل فيه آلاف من المصريين. وتركزت الصناعات دي في كفر الزيات وكفر الدوار وفي اسكندرية. وجنب المصانع دي بتاعت المحالج دي كانت بيتعمل مصانع كيماويات،
لاني بذره زيت القطن دي بيطلع منها حاجات، فكانت بتتعمل مصانع للصابون ومصانع اخرى للزيوت والى اخره. فكانت المصانع دي احيانا كانت تتوقف في شهور غالبا الصيف، لان القطن محصول القطن ما كانش بيطلع غير في شهر 8، فكانت الرطوبه بتبقى عاليه في مصر جدا. وكانوا بيطلعوا العمال يشتغلوا موسميين في الشركات الغزل دي اللي كان بيملكها خواجات في كفر الزيات وكفر الدوار والحتت دي. لما جاء بقى بعد سنة 21 جاء طلعت باشا حرب، أنشأ ما يسمى بالشركة مصر للغزل والنسيج، وبقت الصناعة دي مرتكزة في الدلتا وبقت جامدة جدا. لما جم العسكر حكموا مصر أمموا كل القصة دي بقى وإيه، وريحنا من الملف ده واهبر واهبد. فكانت المحلة مثلا بتنتج بدلة اسمها بدلة المحلة، كان بيلبسها كبار البلد، ودي كانت أكبر بلد بتتعامل في الغزل والنسيج كانت المحلة. يعني نرجو من السيد وزير قطاع الأعمال، أنت جاي تصفي؟ أنت جاي تخربها؟ ولا جاي يعني أنت بتفرح قوي أنك هتصفي مصانع الكوك ومصنع الحديد والصلب؟ معلش انظر بعين الرحمة لتاريخ مصر في البتاع ده في الغزل والنسيج. يا راجل ده من سنة، يعني أنا بكلمك تحديدا سنة 1919، يعني عدى 100 سنة كانت مصر الرائدة في الغزل والنسيج. بأموال الخواجات لكن كانت في مصر. وسنة 20 بدأنا بقى تبقى بقى حاجات مصرية كلها، البالك مصري واللي بيشتغل مصري والمهندس مصري. يا راجل حرام عليكم، تاريخ مصر من 100 سنة بتمسحوه الحاجات دي. السيد وزير قطاع الأعمال اللي أنا ناسي اسمه دلوقتي، مش حتى مش فاكر منه من اسمه حاجة. يا أخي زي ما بتفرح في إغلاق المصانع بتاعة الحديد والصلب، ورينا إنك قلبك على المصانع اللي بتفشل. يعني حسسنا كده يا جماعة، المصانع دي مش مكن ولا أرض، أنتوا بصين لها إنها مكن وأرض، دي بني آدمين وبيوت وتاريخ. بس تقولي في العسكري، مش إهانة للعسكري، العسكري على راسنا، بس هو ما بيفهمش الحاجات دي. يعني العسكري ملوش علاقة بالقصة دي. العسكري يا حضرات، اقروا يا جماعة في علم الاجتماع العسكري، العسكري البشر قدامه رقم فقط. الضابط شايفك البتاع اللي في رقبتك دي اللي هي السلسلة الحديد دي اللي بيسلموها لنا، اللي عليها رقم العسكرية بتاعتك، عشان لما تموت يلاقوا جثتك، يلاقوا يعرفوا انك انت كان في عسكري عدى من هنا اسمه كذا. هو العسكري وعنده، هم طول بعض ناس، طول بعض حالقين نفس الحلقه واقفين نفس الوقفه. ارقام البشر لدى العساكر رقم، مش بهين العسكري، انما المدني البشر بالنسبه له بيوت واحلام وطموحات وتاريخ واسر. يلا بقى رساله ارسلتها لنا سيده تعمل موظفة في كلية الزراعة باسكندرية، بتحكي تفاصيل حارس السيارة اللي حصل من كام يوم قدام الكلية، وراح ضحيتها موظفة زميلتها، وقالت المتسبب في الحادث زوجة رجل مهم، ده فيلم لمحمد خان، وبيحاولوا يطمسوا أدلة التهمها. تهاني اللي بتقول، مش أنا ما أعرفش حاجة عن الحادثة. تهاني بتقول زوجة رجل مهم، للأسف ده مش فيلم، ده مش اسم الفيلم، دي حادثة اللي حصلت قدام أعين المارة والموظفين والطلبة عند كلية الزراعة بالشطبي. في سيدة تستقل سيارة وليس بحوزتها رخصة، تصدم اثنين من موظفي كلية الزراعة جامعة اسكندرية، الأستاذ هاني والأستاذة إيمان، زمايلنا بالكلية. إيمان ماتت وهاني كانت خبطته بسيطة وتعافى الحمد لله. الست دي عملت تليفون جواحد وقال أنا اللي كنت سايق العربية، وده ما حصلش، والمفروض كاميرات مدرسة النصر بتكون بتعمل، لأن ده شارع رئيسي. تاني يوم عرفنا إن الكاميرات ما كانتش شغالة في صالح مين ده، ونسمع كمان إن زوج السيدة ده اللي كانت السبب في موت أمه قدام بنتها رجل مهم أو رتبة. طب إحنا هنشهد بكل اللي شفناه وقتها، ومش هنخاف، لأن أرواح الناس مش لعبة، حق إيمان وهاني لازم يرجع. ومعانا فيديو لأحد أفراد أمن كلية الزراعة وهو بيحكي في وقائع الحادثة دي، وبيقول هو الراجل إن المتسببة في سيدة كانت بتتعلم السواقة.
احنا عايزين بس حق الانسان اللي اتوفت ديت، لان جوزها لسه متوفي ما عندهاش غير ولد. احكي لنا بقى يا استاذ محمد، ايه وضع اولادها دلوقتي؟ إيه انت بتقول ان جوزها توفى من بقاله قد ايه؟ يعني حوالي شهر تقريبا. من شهر وهي توفي. عندها بنت شغاله معانا في كليه الزراعه، تمام، وابنها شغال في مطروح. الست اللي كانت سايقه العربيه كانت ماشيه كده اهو، ماشيه، وبعدين ما تكمل حد دخلت من هنا، دخلت من المكان ده. كمان في واحد من افراد الامن بتاع كليه الزراعه قال ان الحادثه بسبب ان الست كانت بتعلم السواقه. ما اعرفش معنى الفيديو ده ولا لا يا شباب، لان واحد قال كده، قال الست كانت، لكن يعني السؤال يعني ايا كان يعني بس هو السؤال، هي مرات مين يعني؟ زوجة راجل مهم، مرات مين؟ وجاي تتعلم في الحته دي؟ طيب استاذه تهاني، يعني انت تابعينا بالقصه دي، لانه القصه دي كترت في مصر قوي، قصه ان واحد يضرب ناس وبعدين يطلع واحد تاني يشيل القضيه، ودي شفناها اظن في حفيد كامل ابو علي اللي صدم البنت المهندسه، مهندسه الديكور، وبعدين جابوا واحد تاني والواد هرب على بره، وجابوا واحد تاني شايلوه الليله، وقال لك هو ده اللي كان سايق. ده بيفكرني برواية الأستاذ الأديب الكبير يوسف القعيد، الحرب في بر مصر، اللي اتعملت منها فيلم اسمه مواطن مصري، اللي أخرجه الأستاذ صلاح أبو سيف، لما شفنا ابن عزة العلايلي اللي اسمه مصري بيروح الجيش مكان ابن العمدة اللي كان بيلعب دوره عمر الشريف، والولد بيموت في الحرب بس التكريم ياخده ابن عمر الشريف. وصلت لنا رسائل كتير من معلمين بيشتكوا من ضعف الرواتب وبيطالبوا بتبني قضيتهم، لانهم بقوا تحت خط الفقر، زي بيقول محمد في الرساله دي، محمد من المنيا بعت لنا صوره، بيقول دي صوره مكافاه مراقب امتحانات الشهاده الاعداديه 96 جنيه بحالهم. انا معلم بالتربيه والتعليم، ودي صوره من مفردات مرتبي اللي على اساسي 2014. المعلمين تحت خط الفقر، الرجاء من قناه مكملين تبني قضيه المعلمين بقى، دي مفردات مرتب مع معلم. ادي الصوره اهو، ورينا الصوره كده، ادي الصوره اهي. محدش يعرف كام يا جماعه؟ 96 هي مكافاه امتحانات، كام بقى هو مرتبه؟ حد يعرف يا جماعه؟ اصل انا مش هشوف من هنا يعني، عاجز نظر. كام؟ مش واضح. هو بعت لنا الصوره دي، هي 96 دي مكافاه الامتحانات، 96 لا غير، 96 جنيها لا غير. دي صورة المكافأة، هو بيقول المرتب مفردات مرتبي اللي على أساسي 2014. في رسالة تانية من معلمة برضو بتقول إنها بتشتغل من 30 سنة ومرتبها 4000 جنيه. فتحية من المحلة. بتقول أستاذ محمد أنا معلمة بقالي 30 عام ومرتبي يا دوبك وصل 4000 جنيه. برضو نفس المشكلة بتعاني منها الأستاذة غادة من بني سويف. فبتقول أنا معلم أول تعيين 2003 مرتبي 3300 جنيه، وكنا بنقبض أول ما اشتغلنا 105 وبناخدهم كل 3 شهور. عملوا لينا عقد مميز بعد الثورة 2011 وكنا بنقبض 500 جنيه، ولحد من سنتين كنا بنقبض 1700 جنيه. وكنت بشتغل في بلد أرياب بركب مواصلتين غير آدمية بالمرة، وكنت باخد المصروف من زوجي. طب يا استاذه غاده معلش، يعني اول تعيين مرتبك 3300 جنيه بس كنت بتقبضي 105، انا مش فاهم الفكره دي يعني. يعني او انا معلم اول تعيين 2003 مرتبي 3300 صح؟ امال ليه ال 105 دي؟ اول ما اشتغلت في 2003 كنت بتاخدي 105، وبعدين بعد كل 3 شهور وعملوا لكم عقد بعد ثوره يناير بقيتوا طب امال ايه 3300 جنيه برضو؟ الحالي 3300 جنيه؟ طب بقول لك ايه يا غاده معلش، انت يعني مرتبك دلوقتي 3300 جنيه ولسه انت متعينه من 2003، يعني كام سنه؟ 18 19 اهدى ارسى على بره عشان انا اقولها يعني 18 ولا 19؟ 19. طب يا غاده، ده في واحده فوق اهي فتحيه 30 سنه ومرتبها 4000 جنيه.
في كارثه في رواتب المعلمين، ودي كشفها واحد من المدرسين في فيديو بعته لنا بيوضح ان الحكومه بتعامل المعلمين على اساسي 2014 بدون زياده من 8 سنين. اتفضل يا استاذ. عن مرتبات المعلمين اللي هي فيها كارثه. ايه الكارثه اللي في مرتبات المعلمين؟ نبص بقى المفردات المرتب بتاع زميل من الزملاء اللي هو اصلا كبير معلمين. الاساسي المرتب بتاعه شايفين ده الاساسي المرتب الاساسي هو 2213 و46 قرش. ده اساسي امتى بقى؟ اساسي 2022 اللي هو العام الحالي، مع ان هو اصلا بيقبض على اساسي 2014. عرفنا منين ان هو بيقبض على اساسي 2014؟ لو بصينا لل 50% بدل المعلم، 50% بدل المعلم يعني دي 50% من الاساس 306 306 306 56 قرش هيطلع 613 جنيه وقروش كده. يبقى اذا هو بيقبض هنا على اساسي كام؟ 2014. انما اساسي المرتب اللي موجود فوق اللي هتتخصم عليه الاستقطاعات على اساسي كام؟ 2022. هنشوف اهو. لازم يبقى في مراجعه من وزاره الماليه ومن الدوله نشوف ايه السبب في الكارثه دي. ليه بيدونا المرتب على اساس 2014 وبيخصموا الاستقطاعات على اساس 2022 وبعدين كمان بتحسب لهم الاستقطاعات على انها ضمن المرتب وانت اصلا بتشيلها كده كده اللي هي 2084 جنيه؟ يعني لو سيبنا ال 2084 جنيه على جمله الاستحقاقات هيبقى 7551، لكن الراجل ده بيقبض 5467 بعد خصم جمله الاستقطاعات. في كارثه بعيدا عن يا صالح، بعيدا عن المشكله، ودي مشكله كبيره وانا متعاطف معاها، انما كل مهنه ليها امراضها. الاستاذ بيشرح كانه استاذ في فصل فعلا، يعني ماسك المسطره ويخبط كده وبيتعامل مع الارقام بسرعه. كارثه بصراحه يعني. والحكومه الحقيقه برضو سايباهم ومش يعني سايباهم وخلاص، يعني سايبه كل ده وبتدور على سبوبه جديده في تعيين 30,000 معلم غير ال 36. اوعى تنسى ان في في مسابقه 36,000 معلم، دي كانت 2019 او قبل شويه، ودول راحت عليهم فلوسهم يا صابر. في بقى سبوبه جديده 30,000 معلم قهرت الناس بصوتها زي بتقول صاحبه الرساله دي فايزه. فايزه بتقول: استاذ محمد امانه عليك، وصل الصوت الناس دي. مسابقه 30,000 معلم، في ناس بقت مقهوره عشان محدد ان السن لا يزيد عن 35. الناس دي اتطوعت ببلاش واشتغلوا بالحصه، محدش يوصل صوتهم غيركم. انتوا كل الناس بتسمعكم. الناس دي قدمت في مسابقه 36,000 معلم و120,000 ودفعوا كتير. يعني في المسابقه الجديده بتاعت تعيين المدرسين الجديده دي 30,000 اشترطوا السن لا يزيد عن 35. ففايزه واضح انها بتتكلم على انها اتطوعت، ويبدو ان فايزه تجاوزت ال 36 لكنها صرفت عمرها في اتطوعت ودخلت مسابقه ال 36,000 معلم. وبعدين دلوقتي بيقول لهم خشوا بقى. خلينا نشوف ايه شروط المسابقه الجديده. اجتياز ثلاث مراحل شرط قبول مسابقه 30,000 معلم والوزير ابتعدوا عن السماسره. والله العظيم ما في سمسار غيرك. بمسابقة تعيين 30,000 معلم، بتكلم على صالح على فكرة، يا صالح يا صالح مفيش حد نصاب غيرك يا صالح. صالح شفت مسرحية الأستاذ فؤاد المهندس والشويكار لما حبوا يشتموا بعض وجابوا الأستاذ سلامة الياس في النص، تقول له صادق أفندي وتيجي شتماه، وهو يقول له صادق أفندي ويجي شتمه. مضطرين هنعمل إيه؟ والله ما حد نصب غيرك يا صالح. المهم قال لك تشمل ثلاث مراحل، الاستاذ قال كده يعني. اجتياز برنامج تدريبي في الصحه البدنيه والنفسيه ستقوم به وزاره الصحه، اجتياز برنامج تدريبي استراتيجي كده مش عارف ايه، ويلموا فلوس الناس وخلاص. لكن في بشره خير للمصريين في القصه دي، في المسابقه دي. بيقول لك لن نعين اخوانيا. حضرتك هتفرح وتقول بس انا مش اخواني، ده انا بلطجي، ده انا مقطع البطاقه في ميدان التحرير، ده انا ممسوك ثلاثه تحرش واثنين دعاره لا، ما هو الشرط ده بقى هيبقى زي ما قالوا كده مسمار جحا. ما يا جماعه ما انا قبلتش ليه؟ ده انا كويس، ده انا نطيت الحبل
ونطيت قفزة الثقة ومش عارف زحفت تحت الأستاك الشائكة واكتست الاختبارات في تقرينك انت اخواني. هي دي المسمار اللي انتوا استحلتوه. لكم الله. وانا وصلت رسالتك يا استاذة فتحية ويا استاذ محمد ويا استاذ غادة. في رسائل تانية جد بتشتكي الحقيقة من ارتفاع اهو التعليم اهو عن مسابقة التعليم المعلم لن نعين في الدولة اخواني. برافو عليك يا الله. والله برافو عليك فعلا. طب يا دكتور رضا ما تعينوا الناس اللي اشتغلت اللي نجحت في 36، ما تعينوهم، سيتم عمل استعلام امني عنهم ولن يعين في الدولة اخواني. قال يا دكتور رضا يا جامد، امال ايه؟ امال ايه؟ يا رب نشوفك ان شاء الله عريس كده ولابس الاساور الذهب. يعني في رسائل كتيرة جاية بتشتكي برضو من تجديد التراخيص السيارات بصورة كبيرة اللي ضعفت خلال السنوات الأخيرة، زي ما بيقول صاحب عربية ربع نقل في رسالته اللي بيقول فيها الحقيقة. عمر من المنوفية بيقول والله لحد 2016 كنت بدفع 265 جنيه في التأمينات لترخيص سيارة ربع نقل، لحد ما جينا ل 2021 وصلت 3500، السنة دي بقت 8400. بعد كده في الضرائب العامة تيجي المرور 400 جنيه دي تأمين إجباري، و 900 جنيه ضريبة مرور استمارة، استمارة لوحات، و 105 و 105 جنيه ملف تجديد 100 جنيه، و 200 جنيه فحص إلكتروني. أكتر شيء مضايقني في الحاجة دي كلها 1465 جنيه أمان إسعاف ومثلث وقمع، ولن نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وكل واحد يروح الضرايب يدفع 120 جنيه مساهمة للتأمين الصحي الشامل اللي مش عايد علينا بشيء. كان بقى بيدفع 8400 جنيه عشان يرخص على بنو السنقل. دي رسالة برضو وصلتنا من مواطنة بتشكي في تحصيل رسوم المرور في التراخيص بشكل مبالغ فيه في المرور. علا، علا من القاهرة بتقول أستاذ محمد بالله عليك اتكلم عن ترخيص المركبات، من وقت ما سيطرت شركة أمان على الترخيص وبقى سعر الورقة من الشباك 51 جنيه أو أكتر حسب دماغ الموظف، كل ورقة بعد 50 جنيه وانت طالع، غير المخالفات البطلة عبر موظف الشباك اللي دايما مش معاه فكة، والباقي عند ربنا. والموظف اللي مدور الفيزا كارت بتاعته لأي حد جاي الترخيص ومش معاه فيزا بياخد على كل 1000 جنيه 100 جنيه، وعلى كام بند ما لهمش لازمة بس موجودين عشان يلم فلوس وشنطة الإسعاف الإجبارية ب 950 جنيه. ضابط الصالة اللي بيجي له مزاج ويوقف شغل الصالة من غير مراعاة إن الناس دي طالعة عين اللي خلفوها، والضابط بتاع الفحص اللي متعنت، وللعلم إن شركة أمان دي طبعًا بتاعة جيش كوكب المريخ. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أنت المنتقم الجبار، آمين. أنا وفرت أبدي شهرين عشان أروح أدفع للسادة في الترخيص. استني يا علا، أنت بتقولي دفعتي في الإسعافات الإجبارية 950 جنيه، بينما الأستاذ عمرو اللي في المنوفية دفع في الشنطة إسعاف دي 1465 جنيه. ليه؟ حد هيقول لي يا مستر ليه الفرق كبير كده؟ أنا هقول له يا طالب لأنه عمرو بيرخص ربع نقل، لكن علا بترخص عربية خاصة. فعلا دفعت 950 جنيه والأخ عمرو دفع 1465، الفرق كام يا صالح بقى؟ والسؤال قبل ما صالح يقول الفرق كام، هو السؤال تفرق إيه؟ يعني تفرق إيه عربية نقل أو ربع نقل من عربية ملاكي؟ كم؟ مش أنا مش الرقم الأول مش سامعه كويس. 515 فرق بين عربية شنطة الإسعاف في العربية الربع نقل والشنطة الإسعاف نفسها في عربية الملاكي 515 على صالح يعني. لكن هو السؤال تفرق إيه؟ ما هي نفس، ما هي الحادثة بتبقى واحدة ودي زي دي، لما ما علينا. برضو رسالة جات لنا برضو من مواطن بيعرض فيها تكاليف ترخيص المركبات في مصر وبيقول إنها الأغلى في العالم، في اسكندرية جمال.
جمال بيقول تحياتي للإعلام المحترم محمد ناصر، إليك تكاليف ترخيص المركبات في المرور الأغلى في العالم. هو بيقول ترخيص التريلا 22,000، ميكروباص 15,000، نص نقل 12,000، ربع نقل 9,000، ملاكي 6,000، توك توك 3,000، موتوسيكل 2,000. أما رسوم وتقديم أوراق الطلبة من مرحلة تعليمية لأخرى فهي ابتزاز وجباية وسبوبة. تخيل مطلوب عدد 2 شهادة ميلاد حديث الإصدار، عشان الشهادة الواحدة ب 25 جنيه، 25 في 2 سوى 50، ولو في شهادة قديمة يعني لا تصلح، النفس اتقطع، تعبنا خلاص، حسبي الله ونعم الوكيل. فنظام دكتاتور يعني. التلات رسائل ورا بعض اخرهم والله رسالة عمرو من الفية بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، رسالة علا من القاهرة بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، رسالة جمال بتقول حسبي الله ونعم الوكيل. في فيديو خاص وصلنا من سائق سيارة تاكسي بيشتكي فيها برضو من ارتفاع رسوم التراخيص بشكل كبير جدا، غير قادر على القيام بمسؤوليته والإنفاق على أسرته. شوف الفيديو ده كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد ناصر، أخبارك؟ عامل إيه؟ الحمد لله على السلامة. حضرتك يا ريت الشكوى بتاعتي دي توصل ليك، أنا زهقت وما بقتش عارف أعمل إيه. أنا دلوقتي حضرتك صاحب عربية تاكسي، دلوقتي المؤسسة وصلت 7,000 جنيه و6,000 جنيه، هنجيبوهم منين حضرتك؟ وبعدين يا ريت كده يعني ندفع وناخد، لا ده لازم تطلع نفسك من المؤسسة صاحب عمل وتروح تفتح تاني ان انت سواق. يعني انا دلوقتي صاحب عربية، ما بقيتش صاحب العربية، انا بدفع سواق وبدفع مؤسسة العربية، يعني دخلت في شريحة تانية خالص. ويا ريتنا بندفعه، يا ريتنا بندفعه في ال... لا ده بيبعتك لفوري، فوري بياخد على الألف 10 جنيه. العشرة جنيه دي ليه؟ ليه انت بتزود لي البلاطين؟ يعني انا بدل ما ادفع لك بدفع لغيرك. ودلوقتي حضرتك ليه المؤسسة توصل 7,000 جنيه؟ يا ريت حضرتك، وغير 3 في المرور، المرور 3,000 جنيه، و7 دي 10، ال10 دي هنجيبهم كل سنة منين؟ ده الواحد بيقضي عشانهم. انا اسف بس اضطريت اقطع الفيديو لان الصوت وحش جدا، وشاكر لصاحب الفيديو اللي بعته لنا، لكن الصوت وحش جدا فالناس مش سامعه كويس قوي كلامك، لكن كان بيتكلم على المغالاه في الرسوم. في النشطاء على السوشيال نشروا ورقه بتتكلم على الرسوم بقى بتاع العربيات اهي، ضريبه سنويه 360 جنيه، رسم استعمال راديو 4 جنيه 24، رسم استعمال لوحات معدنيه جنيه، رسم إصدار رخصة التسيير 20 جنيه، رسم تنمية موارد 3,000 جنيه، إيصال تنمية 2، طوابع شرطة 45 جنيه، دمغة جديد تجديد 36، رسم تحسين خدمات المرور بالمحافظة 60، ضريبة الرفاهية 720، نموذج فحص فني 2 جنيه 10، طابع شرطة فحص فني 5 جنيه، إيصال طفاية حريق 5 جنيه، طابع شرطة إيصال طفاية 15 جنيه، نموذج 251 25 جنيه، طابع شرطة براءة ذمة 15 جنيه، رسم تأمين صحي 900 جنيه، مقابل تكاليف إصدار ملصق 225 جنيه، رسم تحسين خدمات النقل الذكي كم دي يا صالح؟ 11 إيه؟ 1114، رسم طابع الشهيد 5، دعم الأشخاص ذوي الإعاقة 5. الإجمالي بتاع الرسوم دي 6564 جنيه. انا بس عايز اقول لك حاجه، انزل كده صالح تاني من هاتها من اقولها، عايزك بقى بص يا صالح، تعالى صالح امسك الكالكوليتر كده واحسب كام رسم رايح للشرطه في البتاعه دي، كام جنيه رايحين للشرطه من ترخيص عربيه واحده. اطلع 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 اطلع، طوابع الشرطه من اول طوابع الشرطه 45 جنيه، ادي اول حاجه للشرطه 45 جنيه. اطلع بقى كمان يا صالح، اطلع كمان كمان، سيبك تحسين خدمات المرور بالمحافظه رايح للشرطه برضو 60 جنيه، ما هو المرور بيعملوا مين؟ الشرطه. ماشي، طابع شرطه اقف هنا، ايصال طفايه 15 جنيه، كمل كمل، طابع شرطه براءه ذمه 15 جنيه. كده المجموع كام يا 140 جنيه. وزاره الداخليه رايح لها في عربيه واحده بس 140 جنيه بس. اضرب بقى كام مليون عربيه بيترخصوا في نفس اللحظه في نفس الساعه في عدد من المحافظات، شوف الداخليه داخلها فلوس قد ايه؟
مين يراقب ده بقى؟ ولا حد. على أي حال خلينا ناخد الخبر الأخير وهو عاجل بعد كده. الخبر الأخير كما نشرت صحيفة المصري اليوم السابع، هاني الشاكر يعلن استقالته من منصبه نقيب المهندسين الموسيقية ويؤكد قرار لا رجع فيه. يا فرحتك يا مجدي يا شطة، اطلع كده تفاصيل، ادينا التفاصيل. أعلن الفنان الكبير هاني الشاكر في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب استقالته من منصبه كنقيب للمهن، وذلك عمل برنامج كذا، وذلك على خلفية ما حصل اليوم بين مشادات التي دبت بين سعيد الأرتيست كبير عازف الإيقاع وبين مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء خلال فعاليات المؤتمر الصحفي اللي عادته نقابة المهن الموسيقية بسبب اعتراض سعيد الأرتيست على منح النقابة كارنيه حسن شاكوش، حيث رد المجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين من حقه أن يحصل عليه بعد الاعتذار. وقال النجم هاني شاكر: سألوني وأنا مسافر خارج مصر ووافقت أنا وكل أعضاء النقابة. وكانت المطربة نادية مصطفى قالت إن هاني شاكر لم يكن موافقا على عودة شاكوش، ليصر الأرتيست على موقفه بالاعتراض على منح حسن شاكوش لكارنيه الموسيقيين. وتبادلت الاتهامات بين الأرتيست ومجلس نقابة الموسيقيين، ما أدى إلى تصاعد الصيحات والأصوات لينسحب الفنان الكبير هاني الشاكر مؤتمر، وهو ما جعل مطرب المهرجانات ينسحب والآخر، وكان من الحضور أحمد رمضان وعدد آخرين ومحامي حسن شاكوش. اتقمص يعني؟ ايه هاني؟ اتقمصت؟ ايه يعني ايه؟ مش كده يعني؟ المصارين في البطل بتخانق والله يعني تزعل. انا فاكرك زين على امان ماهر. سيد الارتيست بيقول لك انت وانت تقول له كذا ورجاله قدام بعض، يعني ليه كده تاخد في وشك الباب وتجري؟ والله ما انا قاعد معاكم والحاجات دي ليه يا استاذ هاني؟ هو يعني ليه كده؟ ليه؟ احنا مش صغيرين يا استاذ هاني، ولا نجري ونرمي نفسنا على وش المخده ونقعد نخبط برجلينا وبتاع والحاجات دي ليه؟ استاذ هاني رقيق قوي صحيح، ويعني راجل يعني كده يعني، يا راجل رقيق قوي صحيح. والنقابه فيها ناس من محمد علي ومن حتت كتيره جدا ومطربين من كل صوب وحدب، بس برضه استاذ هاني يعني هترجع؟ قول انك راجع. الخبر الاخير بقى عشان اروح للشيخ عصام. طريق الساحل الجديد يطيح بإيهاب الفار، رجل الهيئه الهندسيه القوي، وبعدين جابوا مكان واحد تاني عينوه اسمه هشام السويسي، السويفي. جابوا واحد جديد عينوه اسمه هشام السويفي اهو. وقال مصدر مطلع ذو صله باعمال الهيئه الهندسيه ان تعيين السويفي تولى اللواء هشام السويفي رئاسه الهيئه الهندسيه خلفا للواء ايهاب الفار الذي يظل يراس الهيئه طوال سنوات. وقال المصدر ان تعيين السويفي وابعاد الفار له صله وثيقه بازمه الطريق الساحلي. انا قيل لي بقى عشان اروح للشيخ عصام الليمه ونتكلم على الحجاب، قيل لي انه لا ضابط بيتحاكم وهو في منصبه، يطلعوه وبعدين يحاكموه. ده اذا حاكموه خلاص. على كل حال السلطه وعرت المعارضه باجراء انتخابيه. يا عم ريح. على كل حال ايه هاني؟ ايش هاني؟ ايه؟ لا اشرب بس كوبايه حليب كده وروق نفسك وعلي الضحكايه، علي طلي في سمايا هلي والحاجات دي. جيت على طول كده اتخانق مع الراجل ده كلام. على كل حال يا جماعه نناشد الاخوه نقف جنب الاستاذ هاني ونعمل هاشتاج كلنا مع هاني، اكيد دلوقتي مشاعره مش حلوه واحنا عارفين ان الناس دي مشاعرها. خلينا نروح بسرعه للشيخ عصام بعد الفاصل.